نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وبذنب غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للنبي من المسلمين الله أكبر يا الله لمن حمدا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها Amen.